طبعا المخرج لك. للأسف أقولها، المتقاعدين أصبحنا مستضعفين. المتقاعد تعد البيت المظلة أشوفه من مستويات مختلفة، المدرس والمعلم والمحامي والمهندس والماجستير والدكتوراه على مستوى التعليم العالي والأساتذة والدكاترة، فطاحلة طلعوا فطاحلة خبرة ودراية طلعوهم. ليش دائما أم نوار، ليش دائما من يجي اسم المتقاعد أو طار المتقاعد قولي المستضعف؟ ليش مستضعف؟ هذا حتى ما حد صاحب فضل عليه إطلاقا، ولا أحد صاحب منه إطلاقا، هو متفضل كل عمره انطى في سبيل يخدم أبناء بلده وبلده، بالتالي هكذا يجازى؟ ما ممكن. أنا حقي إذا أريد أخذه من عيونك أو لو تطني إياه بكل احترام وكل أدب. لا تسمح لي تعبنا خدمنا البلد وشهايدنا خدمناها أصلاً، أفرض وقف صعب وأدينا واجبنا، لكن للأسف هسه حتى راتب ناخذ بالمنية ومع كل هذا مكافأة الخدمة. أنا نفسي أأكد من سؤالي واللسان أكثر إخواني الأساتذة، متى ستصرف لنا مكافأة الخدمة؟ هذه مكافأة الخدمة أمنا كلنا فيها، أمنا بها مكافأة الخدمة، لأنه أذن شعبي أريد نقضيها يا أخي. صح. وإحنا يعني إحنا مثل ما تفضلت، إحنا ما مفضلين علينا، هذا تعبنا، هذا حقنا. صح. ليش هيك هاي عاملين هكذا؟ هذا الأستاذ، هذا المهندس اللي خدم البلد، اللي أدى، اللي ترك لنا ترى بصمات، بصمات ترك لنا تاريخية بالبلد، هكذا نتعامل؟ أتمنى، وأنا شاكرة جهودك، أشكرك على هذا البرنامج الراقي الخدمي، وأشكر العراقية بما فيها مديرها، وأريد تأكدني على مكافأة الخدمة.